السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مراد محمد يحييكم من عالم المساحة يا جماعة. ده جهاز نازل جديد من توبكون، حاجة بسم الله ما شاء الله. يعني ده جي تي 503، ده الأحدث من الدي اس. هنبص مع بعض عليه كده ايه سريعا. يعني طبعا ده باب الفلاشة هنا اهو، الفلاشة، وده مكان اليو اس بي، ودي البطارية هنا اهي، البطارية تمام. والناحية التانية هنا هنا طبعا الفرق بين ده عن الدي اس ان المسامير الافقية والرأسية نازلة باور، غير العادية اللي في الدي اس ده نازل باور، بس بيشتغل لما بفتح مع الجهاز، مبيشتغلش هو كده، ده باور حاجة يعني بسم الله ما شاء الله. ده طبعا زرار الرصد تلقائي، وده اللي بيفتح الباور، اللي بيفتح معايا الجهاز. طبعا لو جربت افتح الجهاز كده، دوست على دي، مش هيفتح. ليه مش هيفتح؟ ملحوظة سريعة، طول ما باب البطارية مفتوح الجهاز مش هيفتح. ده نازل النظام الجديد عشان يحافظ على الجهاز. طبعا بقفل الباب كويس هنا، اتأكد ان قفلته كويس. هبدأ هنا ادوس على الباور، دوسة واحدة يفتح معايا الجهاز اهو. طبعا لحد ما يفتح الجهاز هنبص مع بعض على لوحة المفاتيح. طبعا ده الاسك اللي بيخرج من صفحة لصفحة، ده البروجرام بيخش على البرنامج على طول انا بشتغل بيه. طبعا دي اللي اهو الجهاز فتح اهو. اول حاجة بتفتح معايا المية اهي، بظبط المية الداخلية بتاعة الجهاز، اول حاجة بتفتح معايا. طب نكمل، دي اللي بيجيب معايا الصفحة اللي منها بعرف ان البطارية دي بطارية مشحونة ولا لا. طبعا كده مشحونة. ده البريزم زيرو، ده سيرش البريزم اللي هو الريفريكتروس اللي بيدور على البريزم. طبعا ده الوان الريفريكتروس، الليزر بيحدد الوان الليزر. ده تلت ده اللي بيجيب المية الداخلية. وطبعا في شوية ضغط التشيلد ده ملناش دعوة بيه، لان هو بيخش في نظام الويندوز بتاعه من جوه. وده ضبط الاوبشنز بتاع الجهاز والبي بي ام 5. هنخرج طبعا، اي صفحه بعوز اخرج منها بدوس الاسك ده. المهم هنكمل لوحه المفاتيح. السبيس ده اللي هو المسافه بين الكلمه والتاني، الحرف والتاني او الرقم والتاني، بدوس سبيس. البي اس ده اللي بمسح، عايز امسح حرف، عايز امسح رقم. طبعا ده اللايت بتاع الشاشه، لو دوست عليه ينور الشاشه اهو، لو انا شغال بالليل ولا حاجه بيديني اللايت بتاعه. وده اللي بيجيب لي الحروف ويبدل لي الحروف ارقام او الارقام حروف لو انا شغال على لوحه من جوه. وده الانتر طبعا، ده الماينس والبلس. هنخرج مثلا، المفروض نظبط المايه بس، عشان احنا بس بنعمل حاجه تجريبيه كده، فمش شرط نظبط المايه. هندوس الاسك ده، نخرج هيفتح لنا الصفحه دي. طبعا الصفحه دي فيها المنيو، ضبط الجهاز، تي شيلد. فاحنا اللي يهمنا اللي هو البرنامج بتاعنا اللي هو ماجنت فيلد، او لو عايز اخش على سريعا عليه بخش على بروجرام، بدوس على بروجرام ده يخش عليه، او بدوس على ماجنت فيلد ده، بدوس عليه دوسه يفتح معايا. لو ما فتحتش معايا الشاشه الزرقاء دي يا جماعه، يبقى الجهاز عايز تعمل له ابديت، ما اشتغلتش بيه. لو اشتغلت بيه هيبقى في مشكله وممكن يسقط معايا ويندوز. هتشتغل بيه شهر مش هكمل معاك، لازم الجهاز تعمل له ابديت لو ما فتحش معاك الشاشه الزرقاء. طبعا هنا فتح معانا الشاشه اهي، الجوب ده بخش على جوب. طبعا قبل ما اشتغل لازم افتح جوب او اعمل جوب جديد، بخش اديله نيو جوب. لو انا هعمل جوب جديد هو بسميه المسمى اللي انا عايزه، احمد مثلا، واديله صح، هيفتح معايا الجوب الجديد احمد اهو، اتفتح فوق اهو، او اي سمي اي مسمى مهما كان. عايز افتح جوب من على الجهاز من جوه، موجودين بالفعل، بدوس اوبن جوب واختار اي جوب من دول، اختار اي جوب من دول واديله صح، اختار اي جوب من دول واديله صح. حبيب قلبي كده فتح معانا الجوب الجديد تمام اللي احنا اخترناه. طبعا لما بفتح الجوب بدخل عليه الداتا، بنزل الداتا بتاعتي اللي انا اشتغل بيها. طبعا عايز احمل داتا على الجوب ده، بخش على ايديت بوينت. طبعا في حاجات كتير، احنا هناخد بس الحاجات اللي تهمنا دلوقتي، وبعد كده واحده واحده نشوف الباقي. بخش بعد ما دخلت على جوب، بعد ما دخلت على ايديت بخش بوينت وادي له اد، واسيف النقطه اللي انا عايز ادخلها، مثلا ام بي دي او ام اس، اي نوع نقطه
النورث، بدخل النورث مثلا 1000، أي حاجة تجريبية بس عشان نعرف. وأدي 203، دخلت النقطة إحداثات نورث والإيست والإليفيجن، بديله صح تمام، سيفت عندي جوه أهي. لو أنا عايز أعدل في النقطة اللي أنا سيفتها دي بديله إيديت تاني، بخش على إيديت دي وأعدل في النقطة تاني. ديليت لو أنا عايز أمسح أي نقطة عندي على الجهاز. طبعا اد لو عايز اسيب نقطة تانية بديله اد، عايز اسيب نقطة تانية. طب لو انا عايز ابحث على نقطة بخش على فايند، حسب النقطة اللي انا عايز ابحث عنها، حسب الصيغة مثلا باي في الراديوس ولا كود ولا رينج ولا نيم ولا لاير، بقول له مثلا عايز اسحب عليها، ابحث عليها بالنيم باي نيم، وادي له مثلا اسم النقطة اي اسم اللي عندي على الجهاز جوه، وادي له صح يجيب لي النقطة من جوه. تمام، ده بالنسبة لو انا عايز ادخل نقط على الجهاز. تمام، لو انا عايز احمل حاجه على الجوب بقى، لو انا مثلا عايز احمل شغل على الجوب او من فلاش على الجهاز او من الجهاز على الفلاشه مثلا، بخش اكسشينج. لو انا هحمل من الجهاز على الفلاشه بدي له تو فايل بوينت وتوب كونتكست كوستوم تكست، وادي له نيكست، والفلاشة عندي مفتوحة اهي. لو الفلاشة مش مفتوحة بدوس فايل من فوق ده، واخش على ماي ديفايس، واخش على ريموفبل ديسك، ادوس عليها مرتين سريعا فتح لي الفلاشة، واشوف اللي انا عايز احمله على الفلاشة بمسمى ايه، واسميه المسمى اللي انا عايزه، واديله صح وصح، وهيتسيب عليه على طول. لو انا عايز احمل من الفلاشة على الجهاز بقول له فروم فايل دي، برضه نفس النظام بوينت وتوب كونتكست وكستوم تكست ونكست، والفلاشه فتحت معايا اهي. لو ما فتحتش معايا بخش على اي فايل من دول واقول له ماي ديفايس، واخش على ريموفبل ديسك، دوستين سريعا هيفتح لي الفلاشه، اختار الجوب اللي انا عايزه او الحاجه اللي انا عايز احملها، وادي له صح هتتحمل معايا على طول. تمام، هنخش بقى على مرحله ضبط الجهاز. لو احنا مثلا عايزين نقف نظبط الجهاز، سيت اب، بخش على سيت اب. لو انا عايز اظبط الجهاز ريسكشن، اللي هو انا اقف في مكان واربط من سبتتين بديله ريسكشن، لو هقف على سبته واربط على سبته بديله باك سايد، لو هقف ريسكشن بخش ريسكشن. طبعا عشان الماي مش مظبوطه هيعمل لنا مشكله. اوكوبيشن اللي هي اوكوبيشن اورينتال، دي النقطه المحتله، بديله اي نقطه اي مسمى، عشان الماي مش مظبوطه يا جماعه تعمل لنا مشكله، اي مسمى. المهم بديله اي مسمى واديله صح، وبعد كده بديله نيكست، اديله اول نقطه هرصد عليها، يا اما بحملها من النقط اللي على اللي انا حملتها على الجهاز من جوه، يا اما من هنا يا اما من الماب، يا اما اكتبها كتابه سريعا. لو انا كده اخش على النقط من جوه واحملها زي كده، اعلمها وادوس صح، اختارها لي، هو جابها لي، واديله ارتفاع البريزم، غالبا بيشتغل متر 60، وهنا في الراست، وفي هنا الراست والتسييف، وانا بربط لازم ارصد واسيب، اللي هو الراست والتسييف اللي جنبه علامه الكارت الميموري دي. فبرصد واسيب هيفتح لي نفس الصفحة تاني، برضو بخش اختار النقطة اللي هيقف عليها البريزم الناحية التانية، واجيبها وادي له برضو ارتفاع البريزم برضو، وارصد واسيب، هتفتح لي صفحة تالتة هتديني تحت اكسبت، بدوس على الاكسبت كده الجهاز ربط معايا ريسكشن. باك سايد برضو نفس النظام، لو دخلنا باك سايد بدي له اوكوبيشن بوينت، اوكوبيشن اورينتال بوينت اللي هي النقطة المحتلة، بدي له مثلا النقطة اللي انا واقف عليها بالجهاز، طبعا ده الباك سايد، برضه بسميها بكتبها كتابة، يا اما بختارها من جوه فروم ليست، اخش هنا دي وادوس فروم ليست واجيبها من جوه واديله صح، هيقول لي هي دي. اديله هنا ارتفاع الجهاز، طبعا حسب ارتفاع الجهاز متر 40 مثلا، واديله هنا نقطة الباكسايت اللي واقف عليها بريزم، بقول له مثلا نقطة الباكسايت فروم ليست، اختار مثلا نقطة، طبعا انا مش محمل نقط كتير على الجروب الجديد فاحنا بنعمل تجريبية، واديله ارتفاع البريزم هنا متر 60، وادي له نيكست، وبعد كده هيديني ميجر ارصد، بعد ما ارصد هيكون هيجيب معايا الفروقات تحت النورث والايست والاليفيجن. نرجع تاني، طبعا احنا كده عملنا الجوب وعملنا دخلنا البيانات وكده. طب انا كده لو عايز، انا بعد ما ربطت الجهاز عايز اوقع نقطه، اوقع نقطه بخش على ستيك، اخش على ستيك، اخش على بوينت، اختار له النقطة من اللوحة من الماب هنا كده، يا اما اختارها من جوه من الجهاز من جوه كده مثلا، واقول له ستيك، هيبدأ يوجه لي على النقطة على طول،
وهلاقي تحت علامة الرصد لو عايز ارصد على البريزم بعد ما اوجهه. طبعا هنا لو عايز اوقع لاين، المهم خلينا في الحاجات البدائية دلوقتي. هنا بقى لو انا عايز ارفع شبكية بخش على السيرفي، السيرفي ده اللي بيفتح برفع لي شبكية. لو عايز ارفع تلقائي او تطوبه، يا اما تطوبه تطوبه بخش اقول له تطوبه، طبعا عشان المايه مش مظبوطه ففيها مشكله. قال لي هو قال لي اظبط الجهاز مش رابط. فالمهم بخش على تطوبه وببدا ارصد تلقائي من تحت ميجر، او الرصد التلقائي عندي اللي هو ده. ده لو انا برفع شبكيه برصد على طول من ده، بيسيب لي النقط على طول. طبعا طول ما الجهاز مفتوح بيشتغل معايا الباور ده اهو، ده كده بيشتغل معايا، ده الافقي وده الرأسي اهو اشتغل معايا اهو اشتغل معايا اهو ده الرأسي. نرجع تاني للوحة بتاعتنا. طبعا هو في حاجات كتير، في مزايا كتير، بس احنا بناخد الحاجات دي. طبعا لو عايزين نرفع سيرفيس، لو عايزين نرفع سيرفيس بنختار السيرفيس هنا اهو. المهم المية عاملة مشكلة. المهم تمام، لو انا ده الجهاز ده برضه فيه ميزه ان هو بيحسب كميات. لو انا عايز احسب كميات كالكوليت انفرس، انفرس دي اللي هو مسافه بين نقطه ونقطه، عايز اقيس المسافه بين نقطتين. البوينت ان دايركشن يعني لو انا عايز اقيس المسافه من نقطه لخط او الاله الحاسبه اهي، ولو من نقطه لزاويه الكيرف هنا، ولو عايز احسب اريا منطقه، عايز احسب انجل زاويه، لو عايز احسب اوفسيت اشوف الاوفسيت كام، ترانسفورم وترافيرس، ولو عايز احسب سيرفيس. ففي حاجات كتير مهمه وحاجات كتير جميله وسهله بتساعدني يعني في الشغل جميل يعني ما شاء الله. بس هنخش على الحاجات اللي البدائيه دلوقتي. تمام. ملحوظه تانية، لما اجي مثلا اشتغل لازم اخش مثلا لو هشتغل لو عايز ارفع نقطه لازم اخش اشوف نظام الضبط من جوه عامل ايه، لان هو بعد ما بيجي المعايره لازم يتظبط على معايير معينه عشان يشتغل معايا الاوبشنز بتاعه. بخش هنا، دخلت هنا على علامه الضبط دي، بعد ما بخش ستيك، بعد ما بخش ستيك بوينت النقطه اللي انا عايز اوقعها مثلا بكتبها هنا. طيب اشوف الضبط عندي جوه عامل ايه، بخش على العلامه دي علامه الضبط، هيفتح لي هنا. طبعا لازم تكون معايا زي كده، دي احنا distance tolerance 50 و distance ال vertical وال horizontal 50 و 5 و 5، انا 50 مللي انا 5 سنتي، و the supply reference sun وال compass orientation instrument reference، compass orientation instrument reference و the supply reference sun بديله next. تورن تو ديزاين بوينت، تورن تو ديزاين بوينت بخش على اوتوماتيك اتش اي في اي، تورن تو ديزاين بوينت اوتوماتيك اتش اي في اي. تمام، اللي هو لو عايز اشغل الجهاز اوتوماتيك. سيرش افتر تورن، سيرش افتر تورن يا جماعه اللي هو بعد ما بتوجهه على النقطه تديله النقطه عشان يوجه عليها يبدا يدور على البريزم، ودي بتبقى مشكله ان هو بي 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 بيغير مكان النقطه. فانا بقول له نون ديفاين تريجر ميجر ستور، بخش اللي بعدها ورك اون ذا سيكلينس 75 توب سبيس 100 بوتوم سبيس بوينت 100 كات اوف فيل 500، بقول له نيكست. هنا البريسس ادي مود. هنا في حاجه يا جماعه، الميجر كونت ده ميجر كونت ده لو عملت صيد العملات دي صح هيبدأ لما بتيجي ترصد على حاجة يبدأ ما يقفش، يفضل يرصد ويعد يرصد ويعد لحد ما انت توقفه. ودي برضو بتعمل بتبقى بتحمل على الجهاز جامد يعني. فانا ما بفضل ان هي بتبقى رصد او تستور بتطلع لك. المهم طبعا هنا ستيك بوينت النيم از ديزاين بوينت ستوفكس والنود ديزاين بوينت، بخش على نيكست. تريانجل فلاج بخش على نيكست. طبعا الميجر تيبنج اتش اي في اي اس دي تارجت تيب بريزم، وطبعا زيرو اوفسيت، وبعدين بديله صح كده بعد ما بضبط كده معايا الجهاز اشتغل معايا تمام. طب لو دخلنا ستيك هنا طبعا فيها مشكله، مش هيرضى يفتح عشان احنا مش رابطين. تمام،
دي حاجة كده مبدئية لنظام الجهاز. طبعا في مزايا كتير جوه مميزة، فاحنا قلنا بس ناخد فكرة مع بعض كده سريعا، وإن شاء الله بعدين هنبقى ننزل فيديو تاني كده. السلام عليكم ورحمة الله.